معاكم، ما زلنا مع احلى النجوم. نسبه الستات على الريد كاربت اكتر بكتير من نسبه النجوم الفنانين، وانا مش عارفه ليه. انا عايزه اشوف بقى نجوم السينما الرجاله متواجدين بقوه، والحمد لله لقيت هشام سليم. الستات اكتر النسبه اكتر يا هشام. ده العادي، ما هو الفساتين هي اللي عامله شغل يعني. لا هو ما الستات لازم يبقوا اكتر، لان الراجل له اربعه. اختار لك بقى اربعه النهارده من عريتك. لا صعب قوي الاختيار، لانه ما شاء الله كلهم زي القمر، كلهم متأنقين على الاخر، ودي حاجه كويسه لمصر وللجونه نفسها، عشان الجونه هي كمان كده. اول واحد حط عينه على الغردقه، واول واحد جه واستثمر وعمل شغل هنا، واول واحد عمل دعايه للسياحه كان هو، كان عنده بعد نظر، بعد فنان. النهارده لما بتشوف العالم كله جاي بقى للجونه، جاي للمكان اللي حبيته وعملت له دعايه، احساسك؟ احساسي طبعا مبسوط، لان الغردقه ككل والجونه بالخصوص مكان جميل جدا، على احلى بحر في الدنيا من ناحيه لون الميه والاسماك اللي عايشه فيه، انواع الاسماك والكورال ليفز الموجوده، زائد نظافه الجونه وحسن توضيبها والتزام الناس بقوانين جواها، حاجه تشرف وحاجه كويسه. جمالها جديد جدا على اي اجنبي هيجي يشوفها، وارجو ان احنا كلنا نبقى كل المدن والقرى السياحيه كده على مستوى البحر الاحمر والبحر الابيض ان شاء الله. اولا انت وحشتنا، وعايزين نعرف بقى بتعمل ايه، وعايزين نشوفك في عمل قريب، فاديني سابقه كده ان انت فعلا داخل عمل قريب. لا والله ما فيش عمل لغايه دلوقتي، لان في تنظيم متهيألي بيحصل، والتنظيم ده مسبب شويه خلل، وما حدش عارف بالظبط هيحصل ايه الفتره الجايه. قلقانين على السينما؟ انا قلقان من زمان على السينما، انا قلقان دلوقتي على حتى الدراما، لان مع الاسف يا بوسي احنا بنخش صناعه بتنهار. اكيد لو احنا بنعمل مسلسلات بنكتبها وبيوصل لنا المشهد يوم التصوير قبليها بساعه، فده اكيد انهيار تام يعني. وده فعلا شايف ان لازم يبقى فيه مش حد بيتدخل، ولكن حد بيشرف على الكلام ده، لان هذه فلوس، ودي ممكن تدخل دخل كويس قوي لمصر، ولازم يحصل شويه تعديلات ان شاء الله. انا بتمنى الفتره اللي جايه نشوف ازدهار في صناعه مهمه جدا، صناعه كانت اهم من القطن اللي احنا بنفتخر بيه، صناعه بتصدر مصر للعالم كله، الفن، الدراما، الاعلام. بتمنى ان انتوا تحافظوا عليها، اتمنى ان انتوا المفروض، لان الفن من اكتر الحاجات اللي ممكن تاثر في سلوك الشعب وفي اخلاق الشعب وفي اهداف الشعب، فاحنا لازم ندرسها ولازم نعرفها ولازم نحطها على ورق ولازم نعرف هتكلف كام، لان اي حاجه بتدرس وبتتعمل علشان تبقى ناجحه لازم تتحط على ورق الاول. ان شاء الله هسيبك تنطلق للريد كاربت، وبلدك الغردقه والجونه اللي عايزاك تبقى جايد لكل ضيوف المهرجان، توريهم اجمل ما فيها، واهلا بيك ومنور، في انتظار عمل حلو ليك. ميرسي يا بوسي، الله يشكرك.